مرحبا السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي القاسم والسيد النائب البرلماني ورئيس مؤسسة حد كور في التنمية والثقافة كل ما خططناه وكل ما رسمناه من أجل أنه النجاح في الدوري الحمد لله وصلنا لها بفضل ديال المجهودات ديال مكونات النادي لا المكتب المسير ولا الناس الغايرين على الفريق ولا عصبة الرباط سالة القنيطرة ولا الجامعة ولا السلطات المحلية على رأسها عمالة إقليم سيدي قاسم والسيد العامل الإقليم لأنه شرفنا اليوم بالحضور دياله إلى جانب السيد وزير الفلاحة في هذا الحفل الاختتامي لهذا الدوري اللي دام على مدى يومين يوم واحد وجوج اللي عشنا فيها كرة سلة حقيقية بمشاركة فرق وطنية من مستوى عالي شفنا مباريات مهمة جدا الوداد البيضاوي بترسانة قوية أعطت صورة حقيقية أن كرة السلة الوطنية هي بخير وأن يمكن أن تعطينا في المستقبل أبطال اللي ممكن أنهم يمثلوا كرة السلة الوطنية. شفنا الجمعية السلاوية شفنا الفتح الرياضي شفنا كذلك فريق النادي حد كورت شفنا كذلك الفريق ديال النادي القنيطري الفائز بالنسخة السابقة والجمعية السلاوية. احنا سعيدين داخل النادي ديال حد كورت كفريق اللي كيتعتبر فريق صغير من حيث الحجم من حيث المدينة صغيرة جدا وما كنتظروش والمغاربه ما كينتظروش انه كره السله غدا تكون بهذا الشكل. حنا سعداء انه الفريق ديالنا اليوم السنه الفارطه شارك من اجل المشاركه فقط ولكن هذه السنه شارك من اجل المنافسه ومن اجل وصول الادوار الاولى والطلائعيه. بكل صراحه انه لعبنا وكتاليس كلاسينا تروازيام في هذا التورنوا هو شرف لهذا الفريق وشرف المكونات ديال الفريق والشباب ديال الفريق كذلك. هذا المكتب ديال عصبة الوساط لكرة السلة كنشكروا السيد الرئيس الوردي رئيس فريق حد كورتس لكرة السلة على تنظيمه لهذا الدوري لهذه السنة الثانية على التوالي. هذا السنة خدا صبغة وطنية بأنه كان فرق من الدار البيضاء ومن فاس شاركين معه في الدوري. الدوري راه كيف كتشوفوا الحمد لله المستوى مزيان فرق اللي شاركة من أكبر الفرق الوطنية. ولا بارتيكولاريتي ديال هذه المشاركة أولا هو منظم بمناسبة غالية علينا مناسبة ديال ذكرى ولي العهد. ثانيا بأن هذه المنطقة هذه كانت كتفتقر لهذه التظاهرات الرياضية واغتنموا الناس ديال النادي فرصة ديال الموسم ديالهم ونظموا هذه الدورة هذه اللي كتعطي إشعاع وكتعطي واحد النظرة وعطات حتى الجانب السياحي اللي جون ديالنا باش يزوروا هذه المنطقة هذه ويتعرفوا عليها. دونك اونو ديال الناس ديال البيرو ديال العصبة كنشكروهم وكنوعدوهم باننا حنا مساندينهم وحنا وراهم لتنظيم دوريات اخرى واللي لو ديفلوبمون ديال الباسكيت في هذه المنطقه هذه. بدايه كنبغي نشكر فريق حد كورت على الدوره اللي نظموا. الحقيقه يعني كانت واحد الدوره جيده على المستوى التقني شهدت مشاركه يعني احسن الفرق الوطنيه فريق الوداد فريق المغرب فاسي فريق الفتح فريق مونديال فريق حد كورت وفريق النادي القنيطري. الحمد لله احنا يعني اللي كيهمنا هو نحسنوا من المستوى التقني والتكتيكي اللاعبين قبل ما نقلبوا على الفوز. نتمنى انه يكونوا دورات يعني بالنسبه لهاد اللاعبين هادو باش يحسنوا المستوى التقني لان المستوى التقني ما غيتحسن الا بالمباريات. ومره اخرى كنبغي نشكر فريق حد كورت على حسن الاستقبال. بطبيعه الحال يعني فريق حد كورت هو واحد الفريق اللي ممكن انه يكون عاد كيخدم على فريق الصغار فريق الفتيان فريق الشبان ولكن واحد الفريق في الحقيقه اللي كيخدم فريق اللي كما كنقولوا بالدارجه
كيضرب تمارة فريق اللي يعني المسيرين ديالو يعني عندهم واحد الغيره على هذه المدينه هذه. كنشكرهم، نتمنوا انه الفرق ياخذوا المثال من فريق حد كورت، لانه باش تنظم دوره وتعيط على يعني احسن الفرق الوطنيه، ودوره الحمد لله يعني تميزات يعني بحضور شخصيات نافذه. فهذا ما غادي يخلينا الا نشكروا هذا الفريق ونتمنوا ليه مسيره موفقه، ويكون عندهم ان شاء الله فريق الكبار، وعلاش الله ان شاء الله انه نشوفوا في القسم الممتاز في القريب العاجل ان شاء الله. التورنو هادي دار واحد الكورش شارك فيها بزاف ديال ليكيب ديال بزاف ديال المديناش، وصراحه دار احسن تورنو دار، حيت غادي نلعبوا مع الدراري عمرنا لعبنا معاهم شحال هادي، دونك غادي تكون لا كومبوزيسيون بيناتنا. وكنبغي نشكر الناس ديال حد الكورش حيت تعاملوا واحد التعامل اللي هو مزيان ان شاء الله فينا، وكنبغي نشكر الكوتش حيت اللي تقاتل معنا هو الكوتش يونس وكوتش سعد والدراري اللي تقاتلوا معنا، وبقاو شادين الفينال. اصعب مباراه كانت صراحه، ما كتجي ماشي اي حاجه صعيبه، ولكن اصعب مباراه هي الفينال، حيت كان الريتم طالع شويه وكانوا الدراري متقاربين في النيفو، ولكن الكونسونتراسيون هي كلشي. كانت صعيبه، ولكن حنا صعبنا على راسنا ديك المباراه، ماشي كانوا الدراري شويه كانوا عيانين كيلعبوا الماتش الاول وكانوا جايين من الصفر بعاد، داكشي علاش اللي خلاتنا نعياو وخليهم وربحوهم بان بوين، والاساس هو كنربحو. متنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.